أخبار اليوم. الفلونزا الموسمية والحاجات اللي زي الفلونزا الطيور وكده كان الموسم بتاعها. انا بس ماسك اكسجين اهو، ويك اكسجين اهو، ده ويك اكسجين بس بتاعها. ده ايه اللي جواها؟ لازم نعرف ايه اللي جواها ويبقى مكتوب بالملي ومين اللي حطها. تمام. عملت في نفسك ايه قول لي؟ دي ساعتك انا لسه عامل يا فندم من سخن الكرسي. لو غير بس كل الاتي التي عندك معقده خلاص ايه الحاجات اللي هتحطها بتاعتها كل حاجه الزيت اللي عليك اللي هتاخد الجو ساعتها بص كذا.